احمد، هل انت عارف لفتره طويله جدا كان بيبقى في احداث مهمة وحلوة وكل حاجة، بس بتبقى وكأنها احتكار للشباب المقيمين داخل القاهرة، يعني بالكتير يبقى القاهرة واسكندرية. هل في المنتدى المسألة لا زالت بهذا الشكل من الاحتكار، ولا ان في مشاركين من كل محافظات الجمهورية؟ هو احنا لو بنتكلم على الاحتكار في الاول، فكان بالنسبة لنا او كشباب دايما وجهة النظر ان الاحداث والفعاليات العالمية او اللي على المستوى ده مش بيكون المشارك فيها الشباب او المنظم فيها الشباب، بيكون دايما الاجيال اللي ممكن تكون اكبر مننا شوية. فالاتاحة نفسها بتاعت الفرصة ان احنا اللي نكون بننظم الفعالية من اولها لاخرها بالشكل ده، ده بداية الاختلاف. بالنسبة للناس المشاركة، هو البرنامج ومعظم أعضاء البرنامج المشاركين في التنفيذ مش من القاهرة واسكندرية بس، البرنامج واخد شباب من على مستوى جمهورية مصر كلها، في تنوع جغرافي، في تنوع في حاجات كتيرة جدا، والموضوع يتم فيه المشاركة تقريبا بالتساوي ما بين كل المحافظات. يعني بتوع القاهرة مش أحسن من بتوع أسوان، ولا بتوع أسوان أحسن من بتوع بورسعيد. وفي نفس الوقت التجمع ده كله مع إتاحة للناس كلها تفكر مع بعض بصوت عالي ويقدروا ان هم يطلعوا الافكار اللي جواهم وتبدا ان هي فعلا تتنفذ، ده اللي مختلف وده الجديد.